محمود المسعدي ضرب في الأرض قرنا أو يكاد، والطريق لا تزال طويلة. في 86 أو يتكاد يعاوده الشوق والرحيل، يأخذ عصاه مشرقا مغربا بلا حدود، يجيل بصره في العصور بلا حدود، يوغل في القرن العشرين، يذكر عهدا له طويلا قضاه في البحث والطلب والجوز، لا ينقضي عنه الرحيل في شعاب المعرفة والجهاد ومأساة الأدب وأدب المأساة والوجود من الحيوان إلى الإنسان بين الفرد والجماعة في الحياة وفي الفناء في عهد الاستعمار وعهد الاستقلال. الإنسان ذكر هو هذا، هو الموفي للأمانة التي وكله الله بها باعتبار أنه قال أو آمن بأنه لا يكون في إيمانه بالله وإجلاله لله إلا أن يحاول أن يكون صورة منه، يخلق ما يستطيع من أفكار ومن أرواح. هذا يعني شيء من الفلسفة، ولو نعرف أكثر بمن تأثرت من الفلاسفة ومن هم أبرز الفلاسفة الذين تأثرت بهم، لأننا تحدثنا عن الأدباء ولم نتحدث عن الفلاسفة. الفلاسفة الذين تأثرت بهم الحقيقة عددهم محدود، منهم ابن خلدون، ومنهم، وهذا غريب غريب في القول، أبو العلاء المعري، ومنهم الجاحظ، ومنهم ابن رشد، ومنهم ابن تيمية، ومن الغرب منهم بطبيعة الحال شكسبير. قد يكون فيما يقول شيء مستغرب أن يتحدث عن الفلاسفة الذين تأثرت بهم، أن يتحدث عن أمثال الجاحظ أو شكسبير، فلأبين وجهة نظري. الفلسفة عندي هي كل ما يثير مشكلة من مشاكل الكيان الإنساني أو المغامرة الإنسانية. كل مفكر فيلسوف وكل شاعر فيلسوف، والفيلسوف هو من بين المفكرين صاحب اختصاص في ميدان التحليل للمشاكل من وجهة أو من جانب أو بحسب طرق عملية خاصة. الشاعر يثير فيك الكثير من مشاكل الوجود بطريقة الإيحاء، والفيلسوف يطرح عليك الكثير من مسائل الوجود والحياة بالطريقة التحليلية المنطقية. لذلك هذا التعريج على ما قلت، لذلك أنا لا أفرق بين الجاحظ أو كانت ونيتشه. نعم، نيتشه وألا وشوبنهاور، كل هؤلاء لا أحصي عددهم، لأنني اكتشفتهم بسعي شخصي أساسه إرادة الثأر
من سياستي السجن الفكري التي اتبعها معنا الاستعمار، إذ كان أساتذتنا بصادقية الذين كونونا ثقافيا تكوينا صحيحا من خير أساتذة الفرنسيين الذين درسوا دارسنا معهم الأدب الفرنسي وأكبر كتاب الأدب الفرنسي، وهم الذين مكنونا من الاطلاع على أعماق المشاكل الفلسفية التي عالجها هؤلاء الكتاب والشعراء. إن الكثيرين منكم لم يعرفوا العهد الذي عرفناه نحن في شبابنا، عهد كان آباؤنا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم كلما ذكر أمامهم اسم الغرب أو الإفرنج الذين كانوا يقولون فيهم هؤلاء الكفار لم تغلبهم إلا حيلة الموت، أو كلما رأوا بعض الآلات الميكانيكية العصرية المستوردة من الغرب والتي كانوا يرونها من عمل الشيطان. في ذلك العهد كان آباؤنا في الجملة يرون أن كفار الغرب باختراعاتهم وعلومهم وآلاتهم يتعالون إلى السماء، وفي ذلك من الكفر ما أشارت إليه الآيات القرآنية عن فرعون. ونحن نحمد الله على أننا لم نقلد آباءنا في هذه الرؤية الخاطئة، بل إن الجيل الذي أنتسب أنا إليه قد بذل من الاجتهاد في الرأي والسعي لاستجلاء حقيقة منزلة الإنسان ورسالته في الكون كما يتصورها الإسلام ما مكننا من أن نكتشف فيما بعد أن في تراثنا التفكير الإسلامي ما يفرض أن يكون الإنسان مسؤولاً وأن يكون مبدعاً منشئاً، وإلا كان مسلماً ناقص الإيمان بالله. أنا لم أتلقى درساً فلسفياً من أي مذهب فلسفي معروف عن فيلسوف معروف، قد الدرس أو المعنى الواضح التي أتلقاه عن غصة المغامرة الإنسانية في الوجود من أربعة أبيات من شاعر فرنسي هو بودلير، كانت خاتمة هذه الأبيات كانت خاتمة قصيدة لا أذكر عنوانها حتى الآن، ولكن هذه الأبيات هي الآتية: يرفع فيها الشاعر إكباره وشكره لله، يعلم ذلك في قوله: كار سي فريمون سينيور لو ميور تيموناج que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. ذلك أن خير شاهد يا رب على ما لنا من كرامة هو حقا هذه الشهقة الحارة التي تلف جيلا فجيلا لتفنى على ذفاف خلدك. يلخص فيها مغاورة الوجود الإنساني بناحيتها المأساوية التي تنتهي غصتها أو نحيلها أمام المشاكل في باب أبدية الله. هذا عندي أهم بكثير مما أجده من
من تحليلات لمذهب كانت أو شوبنهاور، لأن كيف أقول، الاضطلاع بمسؤولية الكيان ومسؤولية التفكير لا تقوم على الدرس الذي يتلقى أو على التفسير الذي يملى عليك لمتر. قد انتهى لنا نهار وابتدأ نهار غيره. الرحلة الثانية هي رحلة المربي. نجدك منذ الأربعينات مربيا، ثم نجدك بعد الاستقلال مخططا مصلحا، ونجدك في مرحلة أخرى مفكرا في شؤون التربية، خاصة في إطار عالمي، في إطار منظمة اليونسكو. نبدأ بالمربي. كنت مربيا، وهذه شهادة لواحد من تلامذتك وهو الأستاذ محمد العلاوي. هل تذكر محمد العلاوي؟ أطيب ذكر. ماذا يمكن أن تقول عن محمد العلاوي وأنت كنت مشهورا بالقسوة بالقساوة في الحكم على تلاميذك؟ بالشدة، لا القسوة، بالشدة. القسوة كنت مشهورا بالشدة على تلاميذك. عندما أريد أن أعبر عن شعور الغير أقول بالنسبة للتلميذ كان يراني قاسيا كأستاذ، أما بالنسبة لي وبالنسبة للواقع الموضوعي يعني كنت شديدا. ليته كان شديدا على جميع التلاميذ، ولكنه كان يترك قسما كبيرا يعني من التلاميذ لا يهتم بهم، يهتم بواحد اثنين ثلاثة يكونون معناها في مستوى ما يقوله، لا أقول في مستواه هو، ولكن في مستوى ما يقوله. وقبل أن أصير إلى ذلكم المستوى الذي يريده فإني ذقت الأمرين منه، يعني في النعوت المستهجنة فهمت لا بجهلي فهمت لا وبلاهتي ولا تسأل عن غيري ولا تسأل عن غيري. حينئذ هذا كان إذا أثرتم هذه النقطة فلتتركوني أقول أن الشدة كانت مبدأ من مبادئ طريقتي في التعليم. كنت في وقت من الأوقات والله ما أعلم كيف وقع ذلك، ولكن كان متعارف عندنا نوع من ال كيف أقول من النكتة، ليس فيها إلا النكتة. بالنسبة لطريقة التعليم القديمة التي كان ينعت بها التعليم الزيتوني الجامد القديم، نكتة كنت أذكر بالضبط ما كانت، لأنها يعني تقول إنه في امتحان من الامتحانات في مش عارف في تطويع التطويع وما يشبه ذلك، عندما أدخلت العلوم الصحيحة والعصرية في تحصيل في نظام التطويع في تلك السنوات، التي كانت والله مما نحمد الله على أن طواها التاريخ. كانت يقال أنه كان في امتحان من امتحانات التدريبية الأولى لإدخال التعليمات العلوم العصرية. شكرا، سمح لي سيدي. خذ راحتك. سئل تلميذ في عملية بسيطة، عملية حسابية، الضرب، قيل له كم
7 في 6. فقال ممكن واحد باربعين سيدي. فقال له سائله شيخ سلو: هذا ليس هو بالضبط، لأن الضبط هو 42، ولكنك قربت ما سالش 9 على 10. هذه صورة، صورة نكتة، صورة كاريكاتورية، نكتة، نكتة تسمى نكتة، نكتة بال... إذا رجعنا إلى يسمى النكتة في مصر. أيوة. الحقيقة أنه يشير إلى شيء، هو أن من آفات التفكير ومن آفات الثقافة أن يحل شيء محل شيء آخر على وجه المقاربة أو شبه. التفكير الصحيح لا يقبل المقاربة ولا الشبه. الشيء هو الشيء لا يمكن أن يكون ما يقاربه وما يشبهه. فالنتيجة 42 ليست ما يقاربها 41، وإلا فإنه لم يبقى هناك منطق ولا قانون عقلي. هذا هو الذي كنت أذهب عليه. فكنت لا أقبل من أي تلميذ أن يكتب لي بلغة عربية ليست صحيحة، لأن التعبير التقريبي غير مضبوط بكل دقة هو الذي فيه لحن. كان له براعة في التهكم. مثلا جاء أحد الزملاء متأخرا للقسم، عندما دخل قلت له: من أين كنت ومن أين جئت؟ قال لي: سيدي، كنت في البيرو، أي في مكتب النظر العام الذي لابد أن نتم به، أن يمر به كل تلميذ يتأخر ليأخذ ورقة ليدخل. قلت لك: أنت الآن في السنة الرابعة أو الخامسة من التعليم، منذ 5 سنوات أو 4 سنوات وأنت تتعلم قواعد عربية، وأنت لا تزال تعرف أن حروف الجر تجر ما بعدها. قل: كنت في البيري. قل: في البيري، حرف الجر في تجر في بعدها. صح صح. هذه ما كانت التلامذتي يعرفونه عني، ومحمد العلوي بالذات منهم، لأنهم محمد العلوي كان من خيرة تلاميذي أبرزهم. المسعدي حين يتناول نصا لابن الرومي أو نصا للمتنبي فإنه يقضي ساعات في شرح بيت واحد. طبعا اليوم أي متفقد يقول إنه تضيع وقت أن تقضي ساعة كاملة في شرح بيت واحد، ولكن ينبغي أن نفهم ما هي الشروح التي يعطيناها في ساعة كاملة لبيت واحد. يعني أنه يفتح الآفاق على الأدب الفرنسي والأدب الإنجليزي، ويدخل في ذلك شكسبير وشوبنهاور ونيتشا، كل هذا بالإضافة إلى الثقافة العربية طبعا. إيه معناها، أقول معناها مما يبهر السامع معناها، وليس يأتي بذلك المسعدي معناها حتى يبهرنا، يعني ليس حتى يقول انظروا كم أنا عالم، لا، فإنه من تلقاء نفسه بعد يتحدث عن إذا بعد أن فتح قوسا معناها بالحديث النبوي الشريف أو بالقرآن الكريم أو بالفرج الصفهاني أو بالشعر الفلاني، فإنه أيضا يتحدث عن بودلير، يتحدث عن شوبنهاور، يتحدث عن نيتشا وعن الرسامين وعن الموسيقيين. يعني إن المسعدي كان ولا يزال مثال أستاذ الإنسانيات، وإني أقول ذلك ربما معناها بشيء من الغرور، لأنها مهنتي أنا، أقول هذه الإنسانيات لا توجد إلا عند أستاذ العربية، حتى عند أستاذ الفرنسوية أو الإنجليزية لا، لأنه ينقصه العربية. أما نحن مزدوجي اللغة فإننا نكتسب هذين المرجعين، ثقافتنا العربية الإسلامية
والثقافة الأجنبية الغربية. كنت كأستاذ أعمل على أن ألقن تلاميذي بواسطة الآداب، الأدب العربي، وبواسطة المكانة كنت أدرس لهم من أدباء العرب، سواء كان من الشعراء أبو العلاء المعري وابن نواس وابن الرومي أو المتنبي، أو من المفكرين أبو العلاء المعري أو غيره. كنت أريد في المدرسة الصديقية في الوقت الذي فرضنا عليه، على يعني فرضنا على الاستعمار، يعني في الوقت الذي فرضنا على الاستعمار إدخال برنامج تدريس للآداب العربية يوازي أو يظاهر أو ينادي التدريس الذي كان يقوم به الفرنسيون، أساتذة الفرنسيون للآداب الفرنسية. كنا نقول نحن في المدرسة الصديقية لم يعلمونا أساتذتنا، لم يعلمونا لا الأساتذة الفرنسيين ولا غيرهم الأساتذة شيء آخر غير الكتاب الفرنسيين والشعراء الفرنسيين، ولم يكن عندهم في العالم من شعراء أو من كتاب أو من مفكرين غير هؤلاء، ونحن لا كنا نعرف عنهم شيء، ونحن كنا نقول عن التلاميذ يا ربي نسمعهم يتحدثون عن ابن خلدون ويقولون أبو العلاء المعري كذلك، ونحن لا نعرف عنهم شيئا، بل أن الدراسة التي كانت في العهد الذي كنت في الصديقية الوحيدة التي كانت موجودة في برنامج هي دراسة على طريقة الزيتونية. والله اسمحوني لو أريد أن أذكر من كان الأستاذ، ولكن كان هذا الأستاذ مكلفا في القسم العالي بأن يدرس لنا الأدب العربي، وكل ما تعلمت عليه منذ سنة نجد هو أن الشعر العربي بدأ بالسماوئل، وقبل السماوئل جاء السماوئل وذيبر، ولكن قبل السماوئل كان المهلهل هكذا بالكسر. لست أذكر أن الأستاذ زاد على هذا في تعليم الأدب العربي، المهلهل هكذا بالكسر. وبالذكر وصلنا إلى السماوئل، وكل ما تعلم عن الأدب العربي سرقني، يعني كان أمر مثل ساعة في الأسبوع، والذي شيخ من النبع القديم إلى آخره، يأتي بعد ذلك حكايات عن القصص في الأدب، تحكي ما مش عارف إيه بلغة. والسماوئل كيف جرى فيه ولا نعرف شيء. على كل حال نحن كنا نريد، لأننا أخذنا إنسانيتنا وثقافتنا وسعة تفكيرنا عن الأساتذة الفرنسيين، وكان لجانبهم حتى في أهمنا كيف تريد أن أحترم أو أن لا أحترم وأن لا أجل الأستاذ الفرنسي الذي يعلمني كل ما علمني عن الشعراء وعن الكتاب وعن الفلاسفة، عندما أجد نفسي بجانب هذا الذي يحدث عن الأدب العربي المهلهل كذا بالكسر والسماوئل ومش عارف. فكنا نشعر بنوع من الإهانة لثقافتنا وآدابنا ومفكرنا، لأننا لم نكن نجد صورة محترمة عندهم غير هذا الكلام المهلهل كذا بالكسر. فقلنا لابد أن نأخذ على أنفسنا أن نرجع
للأدب العربي ولما فيه من شعراء ومن كتاب المنزلة التي يستحقونها بل قد يفوقون بها ما نعلم الغير، فلا بد حينئذ أن نقوم نحن بذلك. فانطلاقا من دراستي في الصادقية ذهبت إلى تكون لأرجع لخدمة الثقافة والأدب العربية حتى نصبح في منزلة موازية للأدب الفرنسي والثقافة الفرنسية ونثبت كياننا الثقافي والحضاري في نفس المستوى الذي كانت فيه الثقافة الفرنسية. ورأى هذا كله حينئذ الواجهة السياسية الوطني أساسا السياسي الوطني منحصرا في الإرادة الثقافية الحضرية. لم نكن بما كنا نقوم به نكافح من أجل استرجاع أي سلطة إدارية وغيرها، بل كنا نريد أن نفرض وجودنا في منزلة محترمة حتى بالنسبة لهؤلاء كأمة لها ثقافتها ولها حضارتها ولها مفكرها وكتبها. وكانت لنا أحلام، وكان لنا في أحلامنا بيت وطفل سرقناهما للمستقبل، وكان يولدان في أنفسنا مطلع الفجر فيبقى الفجر في أنفسنا طول النهار، ونمتزج فأظل فيك وتظلين في وتنتفي الفروق، فالبيت والولد والفجر وأنت وأنا كلها فينا بنا. قالت: وقد ذهب كل شيء ولم يبق لي إلا هذه الأحلام لم تدرك. عندما بدأت الكفاح في المستوى الاجتماعي، أيوة، وهو في نفس الوقت كفاح في المستوى الثقافي، اهتممت خاصة بنقابات التعليم، كانت مشتتة. هناك نقابة التعليم الابتدائي هي اللي كانت أهم وأقدمها، ونقابة التعليم الثانوي كانت ضعيفة لأنه لم يكن هناك من الأساتذة التونسيين عدد كبير. نحن عندما بدأت في المدرسة الصديقية كنا من أساتذة الأدب العربي أو اللغة العربية، كان يقول اللغة العربية، لا يزيد عددنا 5 أو 6، وكان يوجد منا أستاذان أو 3 في العلوم الصحيحة كالأستاذ بشير قوشة رحمه الله وأستاذ عمر الضيب، وهذا في الفيزياء وفي الكيمياء، وكالأستاذ عبد السلام الكلاني في الحسابيات في الرياضة، والأستاذ رحمه الله كان مدير العلوية أحمد الفاني. أحمد الفاني عددنا في الجملة اللي يزيد على 10 كان من البلاد التونسية من أساتذة التونسيين مجازين. فكنا بطبيعة الحال نقوم بعملنا الكفاحي عبيتنا في نطاق التعليم أساسا لنقيم دليل على أننا قادر على أن نطلع بالثقافة العلمية العصرية، بينما هم كانوا يقولون هذه من النوادر التي ينبغي أن نقصها، لأن في نطاق هذا الحديث هناك جوانب تاريخية يجعلوا منها متشؤون في الحديث. الأستاذ بشير قوشة كان أول تونسي تخرج بإجازة في الفيزياء والكيمياء من السربون،
عندما عاد إلى تونس طلب من إدارة العلوم والمعارف كما كانت تسمى ذاك أن تسميه في بعض المدارس. فقالوا سنسميك في معهد إيميل لوبي كان يسمى ذلك، هو المعهد باب علي باب العلوج كانت مدرسة فنية ليسي تكنيك. فمن الطبيعي أن يكون العلوم هذه صحيحة بالفيزياء والكيمياء تكون. فاحتج المدير وهيئة مش عارف الفرنساويين المستعمرين قالوا العرب أبعد الناس عن العلوم الصحيحة، كيف تريدون أن يكون تونسي يعلم أبنائنا العلوم الصحيحة؟ لا لا لا. فسموا الأستاذ بشير قوشة بإجازته والتزم ولزم واضطر إلى أن يقبل، سموه معلم ابتدائي. وكان الأستاذ بشير قوشة من جربة، وقد قيل لي والعهدة ولا من روى لي ذلك إن من عادة الإخوان في الجربة أنهم يسمون على الشاب من عادة نشأته الأولى خاصة إذا كان من ابن عم يسمون عليه كما يقول بنت عمه. فلهذا عندما تخرج الأستاذ بشير قوشة كان مضطرا إلى أن يقيم الزفاف بابنة عمه التي كانت مسمى على اسمه، فاضطر بحكم ذلك أن يعمل ليضمن لقمة العيش له ولزوجته عارف ستك. فقبل أن يعمل كمعلم ابتدائي في مدارس ابتدائية حتى لا كما يقول المثل العامي حتى لا يموت بالشر هو وزوجته. بعد عام فقط وانتمت احتجاجات من طرف الخارجية رجعوا إلى وسموه في مدرسة ثانوية. هذا ما كانت وضعيتنا من ناحية سياسية في ذلك العهد. ومع أن المسؤولين الفرنسيين لا يتحدثون إلا عن رسالة الاستعمار التمدينية التثقيفية، فمن يستطيع منهم أن ينكر أن عدد التلاميذ المسلمين بالمدارس الحكومية لم يكن في سنة 43 يزيد على 40,000 تقريبا من جملة عدد يربو على 800,000 طفل تتراوح أعمارهم بين سن 25 وسن 20؟ ذلك كان الوضع الذي يمكن تصوره أحد في الوقت الحاضر في تونس، لأنما ولو بالغنا في الحديث عن عهد الاستعمار وما كنا فيه وما كنا فيه من إهانة التونسي في الوقت الحاضر لا يستطيع أن تصوره. ما كنا فيه من حالة فقر وتعاسة، وما كنا فيه من حالة إهانة. أنا أحمد الله على أننا أصبحنا بالنسبة لشبابنا ولنشأتنا عاجزين عن التصور ذلك. نحمد الله على أننا تقدمنا إلى درجة أن ذلك أصبح من الصعب حتى تصوره في ذلك العهد، ولكن ذلك كان الوضع بالنسبة لهذا الأساتذة وبالنسبة لهذا الترسيم. ولذلك المقال الذي تحدثت عنه الآن كان من جملة أعمالنا النضالية في تحريك أنفسنا. لا زال أذكر ما كان يقوله زعيم الحركة الوطنية في ذلك الوقت الحبيب الغيبة من أنه ينبغي قبل كل شيء أن نبعث في نفس التونسي الشعور بأنه مظلوم، لأن الشعور بالظلم هو الذي يحرك النفس للدفاع عن نفسه.
فنحن كنا نقول انظروا كيف ظلمنا الاستعمار، لا يعلمنا بالنسبة التالية، وانظروا كيف ظلمنا الاستعمار، ليس في برامج التعليم من تعليم العربية حتى بالنسبة للتونسيين إلا نسبة قليلة، لم يكن تعلم العربية إلا بنسبة سويعات كلغة أجنبية ثانية بالنسبة للتلميذ التونسي الذي كان يتلقى دراسة في الليسي كارنو، يتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية ثانية، وفي آخر الأمر أصبحت اللغة الأجنبية التي يطالب بها التلميذ التونسي في البكالوريا إلى جانب الإنجليزية مثلا اللغة العربية العامية. الهراب بارلي كان في وقت من الأوقات الهراب وكيف يكلم يعلم كان يتكلم به المتكلمون في السكرنو وكيف يعلم تعلم العربية فيه. لا أراكم الله مكروها بالرغم عن ذلك. إذن قضية نشر اللغة العامية كلغة مكتوبة هي قضية استعمارية قبل كل شيء، قضية استعمارية قديمة من الباعثين عليها والمحرك لها والساهرين عليها بكل عناية، وهذا الشخص الذي كنت ذكرته معكم والذي كنا ويليام مارسي والذي كنا نعده كما قلت لكم فيما بيننا نتحدث عنه كبيرهم، هذا الذي كان يعلمهم السحر، هذا هو الذي كان وراء الحملة اللي قام بها مع المسكين المرحوم عبد الرحمن جيجا من قرية تكرونة الذي بقيت بقايا من اللغة البربرية، فاعتنى به وحمله على أن يكتب معه ما كتب عن لغة البربرية ومش عارف إيه الأخري، في حين الوقت الذي كان يجعل منه يريد أن يجعل من اللغة العامية لهجتنا التونسية لغة عربية، فقال يمكن أن تكون لغة عربية لغة ثانية بالنسبة إلى سواء كان الإنجليزية وغيرها، لابد لا لزوم لأن تكون اللغة العربية الثانية هي اللغة العربية الفصحى. وفعلا تخرج بعض التلاميذ من التونسيين بالبكالوريا بلغة أجنبية ثانية هي اللغة العربية. لا يمكن أتصور ناس مثل ما كانت من كيف أقول من أشياء قبيحة يتجاوز قبحها كل ما يتصور الإنسان من من الظلم، وليس أقبح عندي من الظلم. القوم لا يدركون أن الطرافة لا تكون في الاعتياض عن لغة بلهجة من تلك اللغة أو عن لغة بأخرى غيرها، ولا تكون في الانصراف عن التحريك إلى التسكين أو عن عم مساء إلى مسيك بالخير، بل هي في تميز روحك عن روح غيرك واختلاف مسالكك في التفكير والإحساس والوجدان عن مسالك غيرك مع التزامك الأصل الأول، أعني عموم الدلالة الإنسانية. هذه الحالة قبل الاستقلال، ثم بعد الاستقلال يعني ما بعد الاستقلال أشرفت على هذا على بعد الإصلاح. كانت إرادتنا جميعا أن نمحو كل ما قام به الاستعمار من مسح ومن مسح لآثار ثقافتنا ولغتنا وحضارتنا العربية الإسلامية.
فلذلك كان اتجاهنا جميعا سواء كان في التدريس او في نفس الاتجاه، الدفاع عن هويتنا الحضاريه الثقافيه، ارجاع اللغه العربيه الى منزلتها والثقافه العربيه الى منزلتها، حتى يتكون التونسي متغذيا بثقافه قومه وحضارتها ولغتها، لنحبط مساعي الاستعمار التي كانت تريد ان تدمجنا، سياسه الادماج الاسيميلاسيون، تدمجنا في الحضاره الفرنسيه والجنسيه الفرنسيه واللغه الفرنسيه والثقافه الفرنسيه. اذا لم نستحضر هذا لا يمكن ان نفهم معنى ما قمنا به في تلك العهد، سواء في ذلك مثل هذه المقالات وما قامت به المباحث كل في ذكم، او ما قمت به انا شخصيا عندما كلفت بشؤون التربيه القوميه، وما ضبطته من برامج، سواء برامج تعليم، اذ من ذلك العهد اصبحت التربيه بالمعنى الصحيح تربيتنا القوميه اي تونسيه. فجعلنا أسسنا برامجها كلها على أنها ثقافة عربية أصيلة، عربية إسلامية متفتحة على ثقافة العصرية. البعض ينعت هذه الفترة بأن فترة تأسيسية لديمقراطية التعليم ونشر التعليم لكل الأطفال ولكل الناس. تلك ناحية أخرى، ناحية أخرى لها إن شئتم معناها السياسي. ففي نشر التعليم ثأر من حرماننا مدة 75 سنة من التعليم ومن الثقافة ومن لما في ذلك من حرمان لنا في نفس الوقت من التحضر ومن الحصول على منزلة تمكننا من أن نعيش مع العالم كشعب في مستوى من الحضارة والثقافة، بينما كنا ينعتوننا بشعور متخلفة. هذا هو الوجه الأول. ثم أننا مع ذلك كنا نقول إن حرمنا من التعليم، أي من إمكانية تبوؤنا لمنزلتنا كشعب مثقف متحضر، ففي ذلك أيضا حرمان لنا من ثقافتنا وحضارتنا التي لم يكن يوجد في نظام التعليم أي شيء نتغذى به أو نغذي به الطالب أو التلميذ التونسي مما يرجعه إلى أصله. فكانت إرادتنا الأولى حينئذ في نطاق الدفاع أو مقاومة أن ندخل في برامجنا العناصر الأساسية من لغتنا وثقافتنا وحضارتنا ومما في ذلك من كتاب وفكر وشعر. هذا هو الذي كان أساسا لوضع ما سميناه برامج التربية القومية أو برامج الإصلاح، لأن انطلقنا من عملية ترك شيء ووضع شيء آخر بسميناه إصلاح، وإنما هو في الحقيقة هو وضع الوضع الأولي والأساسي للتربية القومية في تونس. هذه الناحية الأولى. الناحية الثانية هي البرنامج العشري الذي أردنا به أخذ الثأر من ذلك الذي ذكرته الآن، منه لم يكن موجود من بين التونسيين المتعلمين إلا 40,800، وكان أساس وضع البرنامج العشري أننا أحصينا في ذلك الوقت عدد التلاميذ غير منتفعين بالتعليم، أحصيناها بنفس تقريب الجملة نحو 650 أو 700. فقلنا كيف نتخلص من هذا؟ نوزع المجهود، لنوزع المجهود اللازم للقضاء على هذا العدد من الأميين
بأن نقوم بمجهود يتمثل في 60 أو 65 ألف في كل سنة ندخلهم ندمجهم في التعليم. فبعد 10 سنوات تكون انتهينا إلى إدماج أو إدخال ما لا يقل عن 600 أو 650 أو 700 ألف. 700 ألف. فنكون استوفينا تقريبا كل ما كان خارج عن التعليم. هذا هو مكاننا الأساس من حيث انطلاق الإرادة ومن حيث التصور ومن حيث الأخذ بعين الاعتبار للواقع، من الواقع انتهينا لوضع البرنامج. وجلست ليلى إلى لين الهوى وجلس إليها مديا في اطمئنان وسكون، وجعلنا نرمي في الغيب بأحلام وآمال متفقة متناقضة بعيدة المدى قاسية المسافة. وحدثتني بما لا يتوقعه العقل ويصغر عنده الخيال ويكبو، وقلت كلاما قاسيا فيه كبرد الحصى صباح قر، وكانت أحلامنا من أغرب الأحلام وكلامنا من أغرب الكلام، فكأننا نهوي إلى فوق. فما هي الفكرة الأساسية التي ينبغي في نظرك أن تكون الشغل الشاغل للمربين والمسؤولين وللمجتمعات عموما في القرن 21؟ فكرة الرئيسية والأساسية نختم بها هذا الحديث. لعل الفكرة الأساسية التي حدتني في كل ما قمت به من عمل كمربي وكمسؤول عن التربية وشؤون التعليم في البلاد، الفكرة الأساسية لا تزال فيما أعتقد هي أن تكون التربية والثقافة أداة التحرير للطاقات الإنسانية الجذرية في الكيان الإنساني، لأن الإنسان كان ولا زال عندي هذه الطاقة الخلاقة التي هي صورة الله في الإنسان. هذه الطاقة الخلاقة التي إنما هي في حاجة إلى ما يفجرها، وما يفجرها هو التعليم، على أساس أن يكون تعليما حرا، أي يحدو بالمتعلم إلى تفجير طاقاته الفكرية والشعورية. لذلك تحدثت عني كمؤلف، كنت لا أسعى، وكل تلاميذي فيما أعتقد يشهدون بذلك، لا أسعى إلى أن أملي على تلامذتي رأيا أو مذهبا، بل كنت أحملهم دائما وأبدا، وهذا فيما أعتقد أنهم يشهدون به جميعا، على شيء عسير عليه، وأني أرد المشكلة إليهم وأحملهم على أن يجدوا الحل للمشكلة بأنفسهم. هذا هو الذي بعبارة فلسفية ما يسمى تفجير الطاقة العظمى، الطاقة الخلاقة
التي هي مركزة في صميم الكيان الإنساني، وهو ما سميتموه مع جماعة أخرى في عمل في كتاب لليونسكو Apprendre à être. على تماما التي ترجمه مترجم اليونسكو ترجما ترجمة رديئة، قالوا تعلم لتكون. ليس غاية التعليم، ليس التعليم سببا للكيان، غرض التعليم أن تكون لا لتكون. إذن تكون الترجمة الصحيحة تعلم أن تكون. عندما كنت تلميذ طرح المسألة، ينبغي الإنسان أن يكون نفسه بنفسه باحترام هذه الطاقة الخلاقة التي زرعه فيها الله، التي ينبغي له أن يفجرها ليحقق كمال إنسانيته.